يعني المشكل ما كيقدرش يجلس، يا اما ارتدي كيضروه ولا بجوع الصواعق ويولي يطلب ولا شي حاجه، ما تجلسش صافي كتسجل هكا. اللهم صلي وحمي وبارك على سيدنا محمد. عاود ثاني يولي يتسجل عاود هكا الله يشفي واحد عنده الحديد هكا وصلت الله هذا وكيجي الصلاة ديالو ولكن هكا كيبقى في وسط تعود وكيجي مع شي زريبية كيزيد يسمن تحت الركابي ديالو. هذا عاود مشكلة، حنا كنوصلوا الإنسان إلا دعا الضرورة باش عاد تصلي الكرسي. في أوروبا شفتوا واحد المنظر ديال المعاجم، جاو اللور وداروا الكرسي تما بحال ديال شي إدارة ولا شي واحد تاع صلاة الكرسي. ها أنتم هنا تصلوا الكراسي. بغا غادي يصلي الداخل يا إما يشد الجنب ديال الصف، يا يعني اما كيجي في واحد الصف بيناتهم السريع بحيث باش ما خصوش يعرقل الاخر. هنا ملي كدير الكرسي دابا مثلا يجي واحد غيدير الكرسي هنايا، ايوا دابا مشكله. دابا انا خصني عندي هاد القضيه هادي، خصني نوقف نصلي عندي قادر انا نوقف عندي ما يمكنش. عندي الكرسي هنايا قاد مع الناس وانا نجيب وحدي عاوتاني نخرج امام قدام وامام اللور، اذا خصني نولي اللور لان كنقدر انا نوقف. عندي الكرسي هنايا حتى انا نقدر نوقف، عندي مشكل في السجود اذا الكرسي هنايا باش ملي كتجي المسائل الاخرى. ايوا هادو اللي وراي راه كيتهرس عاوتاني الصف، ولا ما كانش هذاك عاوتاني رد البال عليه هو اللي ضرب هنايا ونولي عاود نخيط له جوره. شنو شنو واش كتقابلو تما في الجامعة ولا كتصليو؟ هاد المسألة حقيقة ماشي هي حتى هي إيجابية في التفكير، ولكن الله يجازي يقول لك راه اللي غادي شي حاجة خصو يتسول. دابا الأغلبية الناس في العبادة ديالهم غير التقليد غير كينقل بحال هاك النقيب ديال اللي كيصرفو في القسم، بحال هاك التسجيل هاك يشوف شي حاجة كيبدا شي حاجة شاف شو هاد كيجيبو شي سجادة سيدهم صغير وراه هكا وكيسجدو عليه حتى هو وكيقرا على شي وحدة و واش يا خي علاش تدير هاد اللي كتسجد عليه؟ وما هذا هذاك راه مسكين عنده الحساسية الله يعافينا وإياك. هذاك راه هذاك الأقدامية ديال هاد الموفيط ولا هذا راه مسكين مجرب راه كيديرها هو كاره ولكن ما لقاوش عليها، راه كيجي كيفرجها عنده الحساسية وينسى. هو حتى هو دابا هو تنعملها. الإمام مالك رحمه الله كيكره السجود على الفراش، يقول لي أحلى وأحسن السجود هو أن تباشر بوجهك وكفيك الأرض. ولكن لوحظ عليه أنه رحمه الله كان كيسجد كيدير واحد المنديل وكيسجد عليه. وسئل قد أخشى أن يؤثر الأرض هنايا وأدعي الزهد. هذه ماشي شي واحد إلا خرجتو هذه نتهموه نقول لا، هو كيحاول أن يعقل ما تصيرش يتحط في هذا كيدير راسي يقول لك بالي هذا وكيقول له هذا كيحتاط راسو ها وهكذا. إذا فا إلا شفت شي حاجة نسول علاش هذيك دارت وهذيك ما دارتش وكذا باش نكون على لينا في امري. ولهذا يبقى الانسان فرحان بالصيام وما فرحانش بالصلاه، وراه الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام، راه الصيام هو الرابع. شهادتان اقام الصلاه اقام الزكاه صوم رمضان. هو فرحان برمضان زعما هو الصلاه، هذه الصلاه كيزعج هذاك الشيء راه من بني من اسس. إيوا نسأل الله يعلمنا ما جهلنا. كنا تكلمنا سابقا حول القدم ديال الاستقامة والطاعة والمواظبة عليها والاستمرار عليها. واش كاين شي وسائل كاين شي أشياء اللي يعني كنعملوها باش نبقاو شادين القريب، يعني إن صح التعبير حزام السلام.
إذا الناس في رمضان يتسربوا على واحد المجموعة ديال الميكروبات اللي هو غير يدخل رمضان باش يبقاو غادي يشد من هذا الفيروس تيمشيو عند رب العالمين. شنو هو حزام السلامة اللي غيضمن لهم بإذن الله عز وجل الاستمرار حيث غيبقاو المطبات ضد العقبات ضد الإشكالات ضد العراقيل والفتن والمصائب؟ إذن ما العمل؟ العمل أولا الدعاء، الدعاء خاصة في الأيام الفاضلة الإنسان يدعو الله عز وجل أن يثبته على الطاعة، ولكن قل هذا السهل، إذا قلت يا ربي ثبتني أمسك الإبرة بالخراب والهلك، اللهم ثبتني، ما عرفتش تقولها قل اللهم وفقني للطاعة، اللهم أدم علي طاعتك، هذه ما يعرفش يتكلم فيها، اللهم أدم علي طاعتك. والله طالع على قلبك الدعاء، الدعاء استعانة بالله تبارك وتعالى في كل الأوقات وفي السجود، وخاصة الدعاء اللي كان تدعيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حيث القلب يتقلب، ما كيرجعش هذا التقلب ديال القلب. أنا غادي نقرب واحد القيد بشيعة، ولكن هذيك الآلة استعمال ديال القمار، خلو ديك الدراجة وديك الصندوق الدورة المسامر، إوا كيدور واحد الحر، إوا كيصعب ديك الصندوق إلا تحصل، ها؟ وجع عامرة ولا خاوية، هاد القلب هو كيتقلب، ها هو كيحب هو كيضغط هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هذا القلب المتقلب وخيطوا شي دورا 180 في ساعة غيوقف غيوقف في الصحيحة يدور يتقلب ولكن هيوقف فين هيوقف؟ ها؟ هيوقف يعني في المكان اللاقي فينا القلوب فينا هكذا شحال من واحد من اللي يكون في العشية تقلق وهذا كيغش فيه كاع الناس عندي وعند وانتقل وان الى اخره يجي الله كينعس وكيرتاح كينوض في الصباح كينوض كيقول الحمد لله ما درنا والو كينوض من هنا غير الفكره ديالو شو خاطر يمسي الرجل يمسي الرجل مؤمنا ويصيحه شافيا والله يعطي الانسان ما يتصرفش في الحاله ديالو ما يكون طاعه راه ماشي الجهد ديالك، راه بحال والو يجيك شي غفلة ثانية، حيت شحال ديال الانقلاب كيوقع في شخصيات بارزة، وكيكلفوا، ما كيحالفهم شاهد الصواب وتوفيق الله عز وجل، إذا باش تبقى مستمر على الابتعاد عن التدخين وعن التلفيحة وعن الخمر وعن الفسق والفجور، باش تبقى مستمر على الطاعة وعلى الفجر وعلى الصلاة في أوقاتها إلى آخره. يا ربي أعني، يا ربي وفقني، يا ربي احفظني بإيماني، قوي إيماني، يا ربي أدم علي الطاعة، وهكذا وأنت ترغب الله عز وجل بشهودك وبقلبك. أي نعم. وهذا كافي، يا مقلب القلوب تلبس قلبي على دينك، يا مقلب القلوب تلبس قلبي على دينك. الأمر خاطئ. اللهم اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء تفرج ترصد الناس عن الإسلام لا تسلش من بقايا في مكة وفي المدينة صلى الله عليه وسلم انتهى ناس الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تسمى العامة الردة
حارب أبو بكر رضي الله عنه وقاتل الناس الذين منعوا الزكاة، ولكن الشيء من عنده وهو أبو بكر في هذه اللحظة كان لا يكفر من قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. شكون هو هذا؟ هذا الخليفة الأعظم، هذا الثابت على الحق، ومع ذلك شفي الإعجاج ديال الفتن والارتداد والأمراض والشكوك والشبهات، خاصة بالله عز وجل عند هذا الوجه يقول عليه تمشي فيه ترجي. ولهذا مما تشوفي حيث الفتنة لما تقبل لم يعرفوها إلا العلماء، الفتنة لها إقبال ولها إدبار، فعند إقبالها لم يعرفوها إلا العلماء، وعند إدبارها كيعرفوها تنجوها. علاش؟ لأنك تكون لي ريبتي ريبت ولي حرقت حرقت ريبت ولي تشوفها، ولكن في الإقبال ديالها أنت ربما ما تبقاش تصدق الإشاعة تكوني تنتظروا تتروج الإشاعة. ترى هذا المغربين عرفتي كيفاش كيزوقوا المسألة واللي قالوا هذا كتبان لك هذا هو عين الصواب وهي غالب الشائعات. شحال واحد راه دابا في السجن كيرشا الشائعات، شحال واحد كتب بسبب الشائعات. دول 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 تخربت وخذت حروب طويلة مع بعضها بسبب الشائعات. هذا سيدنا أبو بكر هذا الفتنة أكثر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذن فالإنسان يواظب يا مؤمن تقول انت تسالي على دينك وتصحور وتصحور وادعو بالالحاح والله يخليك يوفيك على الطاعه، حيت الا تخلى عنك الله عز وجل راه تهجم عليك وانت ما عندكش علم ما عندكش فقه ما تصدق. زيد دابا تسال شحال هذه الناس مساكين، والان الى قريتو وتبعتو الاعلام شحال ديال الشباب راهم واقفين كيرشاو السجون بسبب فتوى ديال شي متشدد، وراه دابا مقلب راه اصلا عاقب ولا هو كيحارب الدين. وشحال ديال الشباب غررت من المساكين وقاموا باعمال اجراميه بالتخريب بالترويع الامنين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا والاستغفار، لان الله عز وجل يقول وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. الاستغفار يحميك الله عز وجل، يمتعك بعقلك وبايمانك وبدينك وباحب المحبوبات اليك الى ان تلقى. الاستغفار حجاب حصن يحمي توا حزام السلامه، يعني يحميك باذن الله عز وجل. استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا الوسيله الاولى اللي نستعملوها باش نبقاو ثابتين، وداك الشيء اللي بعدنا منه صافي. ثانيا وهو العمل بما تعلم، ولك شيء اللي سمعتي بتعرف بسيطة قطب بيه. سبحان الله لأن العلم ما كسبت تعمل به كيتنمى وكيوسع وكتحضر به البركة وكيفيدك الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تشديدا. إذا على هذا الأساس حنا ماشي محتاجين المواعظ بزاف، محتاجين نعملوا بالمواعظ، محتاجين نعملوا هذاك الشيء اللي تبعث على البيت وتنمى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خير لك والثبات
إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله يذكره ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. وآية أخرى حقيقة آية أخرى في سورة النحل كتخلع كتخلع لأنه شيء قلبك يخلع. يقول الله عز وجل أن تزل قدم بعد ثبوتها بمعنى القدم ثابت وراسه وهكذا جات شي عجاجه قويه شي فتنه وهذا وقال لها انتم تزيدوا والله فما بالك الا كان هذا القدم بالذبه كتبدل الطواوي وخرج جنه يقول الله عز وجل ان تزل قدم بعد ثبوتها ماشي تزل قدم وهي متردده او في الريب والسلام لا ثابته ولا تزله. علاش؟ لان كاين شي حوايج اللي قشعت ذاك السياج وذاك الحزن ودخل الريح وراب هذا الشيء. اذا الدعاء يا مقنع الغفور الكريم قبل العالمين والاستغفار. ثانيا ان تعمل بما تعلم الكتاب والقبر. ثالثاً رفقة الصالحين رفقة الخير. هذه رغم من مجيد جداً لأن صاحبك في خوف الله أفضل من نفسك على إن لك صيغة مع راسك ولماذا تحاول هذه المساكنة ممكنة كما بدل ما صلاة خير من نوم صح صدقة جيب جمع هذا رمضان فقط وآخر ظهر العرض صلاة خير من نوم. ولكن إذا كان معه شيء صاحبه عزيز عليه وفي الذكر وفي الدين وهذا غيقدر يتأخر عن صلاة غيقدر يشوف النساء غيقدر شهادة يدير قبيحة لا. ولكن ما كان نفسه أمر نفسه تأمره نفسه بالتفريط وبالتقصير والأمان وبالله والله رحيم والله واسع. ولهذا إلى شرط الله عز وجل شروط قد يوقف وحافظ عليها أنك تضيعه تضحي بالمصالح ديالك وأنك تفرطوا في الله لأن ديك الصدقة والأخوة في الله كانت تنفع دنيا وأخرى حتى في الأخيرة. هذا الرجل الصالح من أهل الخير وفقد الجنة ما ينساكش يشفع فيه. ولهذا الكفار لما غرقه الله شقة جهنم لقوا قالوا شوفوا كان عندنا شي صديق ها فما لنا من شفيعين ولا صديق حميد. قالوا كان عندنا شي صاحبنا كنا فنقدنا. الدعاء الاستغفار زين العمل بما العمل الرفقة الصالحة لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وصاه قال له عندك تهرب من النور حيث جو قريش بغا يديروا واحد الحيلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كيشوفوا الدعوة الإسلامية تنتشر وأكثرها الفقراء لقوا الراحة ديالهم في هذا الدين. هذوك المتفرسون جاو عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واه نجلسوا معكم نسمعوا وكذا ولكن كيف انا نجلس مع الخزاب ديالي مع العبد ديالي مع الطرافة والخزاب والرواية لا احنا اشرار اذا دلنا مجلس وما مجلس بمعنى لما يكون جالس النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أخرى خليوا هذا الشيء يجي. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هنا من واحد جهة أخرى ماشي احتقار هذا لأن حرص على الإسلام كذا قالوا هذا الصحابة إذا مشاو تسلموا راه غنتهناو هذا متقريزين. بقينا بدا يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هذا جاء القرآن يحكي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما علم الإنسان من شيء ومن شيء فتطرده فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. خلوا على صحابكم
ومن حق صاحب الأرض صاحب وش تدعي مع هذا هذا هذه راه المصيبة اللي جات قدامي لا رسول من الناس اللي ما عرفت أولا الوالدين الوالدات الزوجة ديالي واش تدعي مع هذا الأولاد يهديها الله ويصلحها ويبارك فيها ويجازيها واش ما قصدنا بين حساشي وهي ثاني كذلك تدعو مع الأصدقاء ديالك الإمام أحمد رحمه الله الذي قالوا تحكي قال كان يسمع باه في السجود في جو في الليل يدعو وينصرهم بالاسم أكثر من 70 واحد من أصدقائه يذكرهم بالاسم وعاد انتهى هذاك الدعاء اللي ظهري غايب شي واحد غايب وانت كتدعي معاه الملاك يقول لك في الميت ولا تعمل الميت وهذا من الطوارئ شي واحد المرأة ديالو عيات شي شوية وهذا وكيفكر شي زوجة وكيدعي معاه صاحبي أمراض قبلوا دعينا بكل شيء إلا هذا ودعوا له بكل شيء إلا ما تدعوا له شو يوسفوا الله على زوجة أخرى فأنا علاش قد تبني الملك يقول لك ولا كان يلمس والصبح هذا يعاودني حدايا هنا الدعاء والاستغفار العمل بما تعمل الرفقة الصالحة الرفقة الصالحة كذلك قراءة القرآن على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف عندك تقول لا أنا سيرة مما كنا غير الاستقامة والصح مع شي مجرم راه غادي يبحث وتا الناس غيحكموا عليك ما عملش فيك ما عملش بها قل لمن تعاشر أقول لك من أنت حرص على وفقة الصالحين ولو تقطع أميال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا هذا الموقف رجل غادي من منطقة منطقة بعيدة وهيئ الله واحد الملك يوشي هذا الملك في صيغة الإنسان تجاز عليه هذا الإنسان قال له بناء يتولي في غادي قال له غادي المكان الفلاني وجدة مازال ولا الفاس علاش قال له غادي نشوف واحد السيد قال له شنو كتسالوا فلوس بين قال له لا أحبه في الله حق الصحبة هذا قال له أبشر أنا رسول الله إليك أن الله عز وجل يحبك كما تحبك